السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا مراجعة اول 3 حلقات من مسلسل باتشينكو. لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ياريت تنوروني باشتراك في القناة عشان عايزين نوصل ل1000 في اسرع وقت ممكن. يلا بينا نبدأ. مسلسل باتشينكو هو مسلسل مقتبس من إحدى الكتب الأكثر مبيعا، واللي بيحكي رحلة عائلة كورية في سعيها للحصول على حياة أفضل. مسلسل باتشينكو هو واحد من أكثر المسلسلات المنتظرة بالنسبة لعشاق الكوري عموما، وبالنسبة للجمهور عامة. ده بسبب إيه؟ بسبب إن هو مقتبس من واحد من أكثر الكتب المشهورة ومحقق مبيعات خرافية، والناس كانت مستنية تشوف الكتاب ده لما هيتحول لمسلسل هيبقى عامل ازاي. السبب التاني، والسبب ده يعني يعتبر اهم من السبب الاولاني اصلا، ان واحد من ابطال المسلسل هو الفنان لي مين هو. لي مين هو واحد من اشهر الفنانين الكوريين، والراجل ده كان يعني واحد من اكبر العوامل في انتشار المسلسلات الكورية في العالم كله. ليه معجبين ومعجبات كتير جدا، وكلهم مستنينه على فارغ الصبر ان هم يشوفوه في المسلسل ده. رقم واحد عندي وانا بتفرج على مسلسل كوري، الدراما بتاعته هتبقى عاملة ازاي. طبعا المسلسلات الكورية معروفة بالدراما بتاعتها، ان هما بيدولك دراما بشكل مختلف، وهم متميزين في حتة الدراما دي. مع دخول المنصات العالمية في عالم الكوري وكده، لاحظنا ان الدراما بتاعتهم دي بدأت تتلاشى نوعا ما، وبدأوا يحاولوا يتلونوا بألوان تانية مش بتاعتهم. ولكن هنا الحقيقة المسلسل درامي، واداني الدراما الكورية المعهودة، ويعني الدراما فيه حلوة جدا، في انتظار الدراما اللي هتبقى موجودة في باقي الحلقات. المسلسل قدم العالم بتاعه بشكل كويس جدا، بعيدا عن ان هو مقتبس من الكتاب. انت مش لازم تبقى قاري الكتاب عشان تبقى عارف القصة ماشية ازاي، لان هو قدمها لك بافضل شكل ممكن. وكمان الشخصيات هنا متقدمة بشكل حلو قوي، هنقول الشخصيات الرئيسية متقدمة بشكل حلو، لان الشخصيات اللي موجودة او اللي كانت موجودة معانا في 3 حلقات دولت كانت شخصيات كتيرة قوي. فده عرضنا لان في طبعا شخصيات مش مكتوبة بشكل كويس، ولكن الشخصيات دي شخصيات فرعية، لكن الشخصيات الرئيسية اللي موجودة معاك هي مكتوبة بشكل حلو جدا، ومديالك يعني النبذة كده ان قصة حياة الشخص ده كانت عاملة ازاي، وايه الدوافع اللي مخليها ان هو يستمر. ولكن زي ما قلت ان الشخصيات كانت كتير، فده عرضنا لايه؟ عرضنا التهميش لبعض الشخصيات، او ان في شخصيات ما تقدمتش بشكل حلو زي الشخصيات الرئيسية، ولكن هي كأنها شخصيات فرعية، فايه ما كانش فيه الاهتمام القوي بيها. ولكن كثرة الشخصيات دي بقى عموما عملت نوع من التوهان، اللي هو انا بقيت تايه وانا قاعد، خصوصا المسلسل كله مش في فترة زمنية واحدة، هو في نقلات زمنية. النقلات الزمنية دي كانت حلوة جدا وبشكل حلو قوي، وما عملتش يعني ملل ولا اي حاجة، ولكن هي سببت نوع من التوهان بسبب ان في شخصيات كتيرة جدا، فانت محتاج تبقى مركز وانت بتتفرج على المسلسل عشان ما تتوهش منه. يعني الشخصيات الكتيرة اللي كانت موجودة دي عملت نوع من التوهان عندي، وبقيت لا محتاج ان انا اركز معاها، والمسلسل خد مني طاقة كبيرة علشان اقدر يعني ايه ابقى مركز مع الاحداث اشوف هي ماشية ازاي. الاخراج في المسلسلات الكوري حاجة برضو من اللي ليها ستايل خاص كده وليها لمسة خاصة بيهم. الاخراج هنا كان حلو جدا، ولكن اللي احب اشيد بيه هو الانترو بتاع المسلسل. الانترو بتاع المسلسل لا له اي علاقة بالمسلسل ولا اي حاجة خالص، ولكن هو حلو جدا، حاجة من الحاجات الكويسة، حاجة من الحاجات اللي تخليك لا انت عايز تكمل وتشوف الكيمياء اللي ما بينهم دي هتبقى عاملة ازاي. ان الانترو ده ساعد جدا واضاف كتير قوي للمسلسل، رغم ان هو ملوش اي علاقة باحداثه. نروح للأداء التمثيلي، وبرغم ان الشخصيات كتيرة، ولكن المسلسل نجح ان هو يبروز الشخصيات الرئيسية بتاعته والشخصيات اللي هو عايزها تظهر. والابطال بقى اللي كانوا في الشخصيات دي الصراحة عملوا الأداء التمثيلي الرائع بتاعهم، الأداء التمثيلي الدرامي الجميل، ويعني عوض باقي الشخصيات اللي ما قدرتش تظهر بحاجه كده، ان هو كان في بينهم كيمياء حلوه جدا. انا مش عارف هل هم مثلوا مع بعض قبل كده ولا لا، بس انا حسيت ان هم الناس دي مثلوا مع بعض قبل كده وفاهمين، يعني الكاست التمثيلي كده تحس ان في بينهم كيمياء جميله جدا. وفي حاجه بقى انا كل مسلسل كوري بشوفه بتاكد منها اكتر من المسلسل اللي قبله، هو ايه؟ ان الفنانين الكوريين الكبار في السن ادائهم التمثيلي اروع بكتير 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 قوي من الممثلين الشباب. الممثلين الشباب برضو بيعملوا اداء تمثيلي حلو جدا وكل حاجة وعلى دماغي من فوق، لكن الناس الكبار فعلا بيدوا اداء تمثيلي روعة يا جماعة. يعني خسارة ان الناس دي احنا مشوفناهاش في شبابهم كان ادائهم عامل ازاي، لكن هم فعلا ناجحين بطريقة فظيعة في الادوار اللي هم بيبقوا موجودين فيها، وبيعملوا اداء درامي
جميل جدا جدا جدا. وطبعا كنت اتمنى اشوف لي من هو في دور اكبر من كده شويه عشان اقدر احكم بقى عليه واتكلم في اداؤه التمثيلي وكده، وطبعا ممثل كبير ولكن انا ما شفتوش في حاجه قبل كده فمش قادر احكم عليه، خصوصا الدور بتاعه كان بسيط جدا، واعتقد ان الدور بتاعه ده مش هيعجب ناس ياما قوي، مش بسبب اداؤه التمثيلي بس بسبب الدور في حد ذاته. مسلسل باتشينكو اعتقد ان هو هيبقى واحد من افضل المسلسلات اللي موجوده العام ده لو استمر على المستوى الدرامي اللي هو ماشي فيه ده. ان شاء الله بقى لما المسلسل ينزل كامل نبقى نعمل مراجعة كاملة عنه ونشوف هل هو هيفضل على المستوى الدرامي ده ولا لا. وبس كده اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وشير لي، واللي مش مشترك في القناة اشترك ويفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل حاجة جديدة توصله، واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتير ان شاء الله. سلام عليكم.